لماذا علينا أن ننسى أو نتناسى بأن ما يحصل في أرضية العشوائيات الفقيرة هو قد يحصل تماماً داخل جدران القصور الفخمة، ودائماً تبقى الضحية هي نفسها. هذا قد يفتح الباب على مصراعيه، يعني هقول ده ضحايا وخلاص، يعني معنى الكلام دوت إنه هتيجي الحلقة اللي بعد كده هيقفوا لك هنا بالطابور طالما إنه ضحايا. قد تكون ضحية في وقت من الأوقات أول في المرة الأولى ده إذا كان قد مورس عليها الإكراه. قصتي إن أنا كنت من سنتين، نعم، فعايشين كلنا في أوضة واحدة، ماما وبابا بيناموا على السرير وأنا أخواتي على الأرض. فقمنا الصبح لقيت أخويا بيقول لي سمعت اللي حصل؟ فبقول له ما سمعتش حاجة. قال لي ما سمعتش أمك وأبوك هما نايمين مع بعض؟ قلت له لا ما سمعتش، رغم إن أنا كنت سامعة بس قلت له ما سمعتش. بعد ما بقوم بلاقي نفسي متعرية، بلاقيه بيحسس عليا. أخويا أدخل الحمام ألاقيه بيبص عليا، روح جت في إيديا ورجليا في السرير، حط لزقة على بقي، فبدأت أقول له أنت بتعمل إيه؟ أنا أختك، حرام عليك أنا أختك. بس هو ما عندهش أي حاجة، عمل اللي هو عايزه. أخوكي كان بيضربك، كل ما يجي يعمل معاكي كده يضربك والعياذ بالله، مش كده؟ مش هو ده اللي كان بيحصل؟ طب وانت تسمحي له بان هو يضربك في كل مره، وامك يعني على الاقل كانت ستقف معك. الكلام مع من حضرتك هون في نوع من التلميح، وكانك تقول انها أنا كانت راضيه إنما على أنا ما يحصل، انما اصرح، نعم، انها ارتكبت جرما كبيرا. يعني لما يكونوا ساكنين في غرفه واحده، الوالد مع الوالده يمارسان الجنس على مسمع ومراه من منهم أطفال، يعني كان عمره 16 سنة وخيه عمره 17 سنة، يعني كان جسمه اكتمل ونزوات ورغبات. ده مش الفقر، ده مش الفقر، ده الفقر البن. لا لا ده مش الفقر، ده قلة حياء الناس دول. أنا اللي حصل معايا أبويا في يوم بالليل راح قال لي أنت ملك حلوة كده ليه النهاردة؟ قلت له في إيه يابا؟ قعد بقى يقول كلام كتير، وبعد كده قعد يحسس على جسمي انا اتخضيت، انا مش عارفه هو بيعمل كده ليه. قعدت اصوت وعيط، قال لي ما تطلعيش صوت خالص وانا مش هعمل حاجه تاذيكي. فقلت له طب والنبي يا بابا ما تعملش فيا حاجه وحشه، وانا كنت مخضوضه مش عارفه هو بيعمل كده ليه اصلا. وقعد بقى يحسس عليا ويعمل حاجات كده. فضل الموضوع ده بيني وبينه حوالي شهرين ونص او 3 شهور، وصار علاقة جنسية كاملة؟ اه. بعد كده لقيت امي بتقول لي يا بنتي انتي الدورة ما بتجيلكيش؟ قلت لها لا بقى لها شهر ما بتجيش. خدتني وروحت دكتور، قالت لها دي بنتك حامل بقى لها شهر. ابوكي بيشرب مخدرات؟ ساعات يعني. طبعا ما بيصليش؟ لا ما حدش خالص عندنا بيصلي. النساء عارفين كويس قوي أنها لن تعطي أحداً شيئاً إلا إذا أرادت. الحالتين اللي احنا سمعناهم لو كانت البنت عندها ضمان أو الأمان إن هي لو حكت للأم الأم هتصدقها، أكيد كانت من أول فعل التحرش كانت هتبلغ الأم أو هتبلغ أقرب حد ممكن تحس بالأمان ناحيته. أنا رافض تماماً إنها ضحية، وده غير صحيح. أنا بقول قد تكون ضحية في وقت الشدة والإكراه والإكراه البدني أو ما شابه ذلك والمرة الأولى، لكن في المرة الثانية ولما تكون هي بقى مستجيبة ولما هي خدت على كده ما ينفعش نقول عليها ضحية. الثوابت اللي عندنا بتقع، الأم لما بتتكسر لازم يكون عندها دفاع بشكل مباشر. لما تيجي البنت تشتكي أو البنت هتتكلم لازم هتصدها، لازم مش هتصدقها. كان ينبغي على البنت أن تبحث عن أي أحد في أسرتها، عمها، خالها، أي حد يعني، ويتكلم معاه بهدوء، لأن الحلقة دي الناس هتشوفها. فأنا أريد أن أبين للناس ماذا للبنات الضعيفة ديت ماذا ستفعل. أهلا بكم من جديد في أجراء الكلام في هذه الحلقة الخاصة حول زنا المحارم.
ضيفنا طبعا الشيخ جمال صابر القيادي السلفي ورئيس جبهة الأنصار ومدير حملة لازم حازم، ومع الأستاذة أمينة عجمي مديرة المشروعات في جمعية معا وناشطة اجتماعية، والموضوع هو زنا المحارم. أهم اعتراضاتك شو هي كانت؟ هو عشان بس لما نتكلم على الاعتراضات خلينا نبص على الأسباب. نعم. بشمولية شوية. يعني احنا متفقين احنا والشيخ ان احنا ان الغياب الديني. نعم. ده أهم وأول سبب الغياب الديني. ده أول حاجة. احنا بعدها هنتكلم على الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية والحالة النفسية. هنبدأ بالحالة الاقتصادية عشان نعم، ولكن ما أردت أن أسألك هو الاعتراضات التي سجلتها على ما ورد على لسان الشيخ معنا في هذه الحلقة. يعني طيب. ياريت تعطينا أبرز النقاط وأبرز الاعتراضات. أبرز النقاط إن هو قال إنها مش ظاهرة. نعم. وبالفعل هي ظاهرة. ثاني حاجة إن هو قال يجب أن نتكتم. خلينا ناخد كل اعتراض باعتراضه. الأستاذة أمينة تؤكد أنها ظاهرة. أصل الظاهرة بتحسب بالنسب. نعم. يعني تقول لي النسبة اللي حصل فيها الكلام ده 10% من المجتمع، احنا 90 مليون. فضل أمينة، هل لديك جواب على هذا الموضوع؟ عايز نسب وعايز إحصائيات. موجود نسب موجود إحصائيات. في دراسات عشوائية اتعملت وفي دراسات اتعملت، واللي قام بالقلب بالدراسة الدكتور أحمد المجدوب، أظن حضرتك أكيد سمعت عن الدراسة الأولية اللي عملها في كتاب اسمه زنا المحارم شيطان في بيوتنا. العلاقة بين الأخ وأخته 25% من العينة اللي هو أخدها، الأب لبنته 12%، زوج الأم 9%، الأب لزوجة الابن والأخت لجوز الأخت 6%، علاقة الأم للابن والخال للخال لابنة الأخت. في علاقة أم بالابن؟ أيوة. أوف. الأم للابن والخال لابن الأخت والأب لزوجة الابن 4%. أنا بس عايز أقول حضرتك بتقولي 25% و6% و19%. طيب إحنا لما نكتب ناخد عينة، خلوا بالكم بقى من حاجة، إنه إحنا كده هنجمع 100% من الناس. إحنا عايزين الكام في المية دول من قد إيه؟ يعني أنت ممكن تاخد وبعدين منين؟ من أي مكان؟ يعني ممكن تروح لمكان في زي مثلا البطنية وتشوف مين معدلات شرب المخدرات. ما كلهم بيشربوا مخدرات إلا من رحم الله طبعا. أنا ده إذا كان، أنا مش أقصد البطنية بعينهم يعني. أما كنت تروح في مكان في يعني شارع الهرم مثلا، أنا ما أقصدش، أنا بتكلم كمثال، وتقول فين الكباريهات اللي هنا ما يطلعوا 90%؟ يعني فين وازاي؟ ويعني النسب، لانه لابد احنا قلنا ما نوسعش المساله قوي كده. احنا قلنا ان الحاله بالفعل موجوده في كل المناطق، بس هي موجوده بكثره في العشوائيات، لان قلنا الاسر الراقيه ما بتحبش ان هي تتكلم ولا تحب ان هي يعني تحرج موقفها الاجتماعي. يعني ولا حضرتك تقول ان الحاله موجوده. حضرتك تصرين انها ظاهره. ايوه ظاهره. طيب. ظاهره. ما يعني قد ايه بتشكل نسبه هذه الظاهره في مصر قياساً إلى نفس الظاهرة في باقي الدول العربية؟ هل لديكم إحصاءات؟ لا، بالنسبة للدول العربية مصر أقل بكتير. أقل بكتير. بالضبط. ربنا يعافيهم جميعاً. الحمد لله. الحمد ربنا يعافينا ويعافي كل الناس. كم النسبة في مصر على مجمل الدول العربية؟ في مصر 37% تقريباً. 37% على إيه؟ من إيه؟ على العينات اللي أخذت من بعض الدول. الدراسة اللي أنا جايبها اللي معمولة في مصر، ودراسة معمولة على مستوى الدول العربية. العينات. نعم. دي غير صحيحة بالمرة. 37% يعني من الشعب المصري كده؟ مستحيل. لا، ما قلتش من الشعب المصري. طب ما 37% من الشعب المصري. أستاذة أمينة، أنا قلت العينات اللي أخذت من مصر ومن بعض الدول العربية، النسبة اللي موجودة في مصر 37% منهم. اللي حضراتكم بتقول ده الإحصاءات دي طبعاً عارية عن الصحة أكيد، انه 37%. يعني انت مش شايف ان في تناقض في الكلام دلوقتي؟ يعني نسبة كبيرة، او لعلها مش واخده بالها من الكلام، ان مصر اقل وفي نفس الوقت هي 37% من مجموع الدول العربية. ازاي من العينات اللي اخذت من بعض الدول العربية يا شيخ؟ طب انا عايز تفسير، مش عارف. يعني انا مثلا عندي كام دولة عربية؟ 20 ايا كان، 28 دولة. لا، ما اخدناش الدراسة، ما اتعملتش على كل الدول العربية. طيب ما هو النسب كده ما تبقاش يعني جيدة، مش كلام منطقي أبدا. ولا 37% ولا أقدر أقول 37% في مصر، ولا أقدر أقول 37% من الشعب المصري. طيب ولا أقدر أقول إنها ظاهرة. طيب أستاذة أمينة، أنا شايف إنه النسبة كبيرة كتير. يعني 37% رقم يعني لو عشان أنا بقى عايز أقول لحضرتك غير دقيق. أنا بقى إذا كان عايز أقول لحضرتك إن هم بيقولوا النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل 20% فقط. طيب أنا عايز أقول لحضرتك في مصر
انا عايز اقول لحضرتك 37% ده شيء غير طبيعي. طيب انا عايز اقول لحضرتك ان النسبه ان الظاهره موجوده، بس المشكله ان احنا ما بنتكلمش عنها، ما بنعلنش ولا بنفصح عنها. حتى ولو يا استاذه اميه، حتى لو كانت الظاهره موجوده انا المفروض اعمل ايه؟ مش اشيع الظاهره واظهرها واوضحها للناس، انما اقول كيف نعالج هذه الظاهره. حلو قوي، هنعالج الظاهره ابين للناس العلاج. هنعالج الظاهره من غير ما نتكلم عنها، هنعالجها في السر. لا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا بس ما نحاولش، زي مثلا ايه لما اجي اقول جريمه زي جريمه الزنا. بس في سؤال سالته الاستاذه امينه مهم جدا، انه كيف سنعالج هذه الظاهره دون الافصاح عنها؟ اولا يعني مفروض بكل المجتمعات لما يكون عندك آفي بمجتمع معين مفروض تتكلم عن هذه الافه وتعالجها، انك تتكلم عنها. يعني ما فيناش زي ما علمنا القران وعلمنا سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ان انا لما اجي اتكلم عن الظاهره اقولها من على بعد كده، يعني ما اظهرهاش وافصح عنها للناس. اقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. الزنا ده شيء وحش وانتوا اعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، واديني بقى التفاصيل في ايه، في العلاج، انه انا اغض البصر، واخد بال حضرتك ان انا يعني ما اعملش كذا ما اعملش كذا. طرح القضيه بشكل ده هيؤدي لانتشار. نعم هيؤدي صحيح في ناس هترتدع ان شاء الله عز وجل، واحنا نامل من خلال هذا العرض انها ترتدع باذن الله. يعني هدفك من مجيئك الى هذه الحلقه هو الناس تتوقف طبعا، حتى لو كانت هناك بعض الـ 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 الاشخاص بيعملوا الكلام ده يطلعوا كتير يطلعوا قليلين، دي مش قضيتي بقى، ان على الاقل يا اخواننا اتقوا الله عز وجل في بناتكم وفي نعم. اخواتكم. الاعتراض الثاني يا استاذه امينه، الاعتراض الثاني هو التكتم اللي احنا تطرقنا ليه من خلال الكلام، يعني ان احنا لازم يعني اصل يا شيخ ان انا اتكلم على موضوع ان انا اطلع اقول ان في مصر احنا جبنا عينه وطلعنا نسبه قد كده علاقه بين الابن بالبنت وبين الاب، وقد كده بين الاخ والاخت وقد نعم. كده بامرت ايه مش لازم يكون ننزل المناطق بنفسنا وبنشوف نجيب شهادات حيه زي اللي موجوده دي ونتكلم عنها؟ ما هو لازم نفتح على الجرح عشان نعالجه، ما ينفعش نعالج الجرح من فوق ومتغطي. اعتراض ثالث، الاعتراض الثالث ان هو كان قال ان هم مش ضحيه، واحنا وهو وضح وجهه نعم. نظره في الموضوع. انا شايف ان الاستاذه امينه هتتفق معي في كثير تمام. يعني مش هتبقى حلقه سخنه زي ما انت عايز يعني. لا انا مش عاوزها سخنه، يعني هتتفق معايا في كثير أستاذي من القضايا، لانه الحق واضح. دعنا نوضح انا بالحلقات، يعني هذه الحلقات تحديدا، يعني الحلقات التي تعالج مواضيع اجتماعيه انسانيه، يعني اليوم بالنتيجة كلنا عنا أسر، كلنا عنا بنات، كلنا عنا أشقاء، كلنا يعني أنا في هذه الحلقات تحديدا ولا أتوخى السخونة طبعا. أتوخى الحل نعم. أتوخى أن نستطيع تشخيص المرض لإيجاد العلاج. السخونة يعني الحلقة تانية. عندي أماكن مخصصة لها، رحب أدعيك على حلقة مخصصة لهذا الموضوع. ولكن اليوم هل بتعرفي حدا من الصبيتين؟ لا بس انا قابلت ابدا، لانه حضرتك قلت انك نزلتي الى عشوائيات وقابلت حالات نعم. وممكن الله اعلم اكون منهم، بس هم عشان بيقولوا عملت ايتي فيهم خارج عملت ايتي فيهم لا عملت فيهم نعم. بس من نزولي في المناطق العشوائيه انا شفت حالات، وحالات اكبر يعني، حالات متطوره بشكل اكبر من كده. في الاخر طفل يعني ناتج من العلاقه، في طفل يمكن هم نعم. يعني الحمد لله يعني الموضوع توقفت الى حد ان هو بقت علاقه جنسيه مش اكتر نعم. انما بعد كده لما بقى في طفل بنخش في مشاكل قانونيه طيب. مش بس انا مظبوط في هذا الموضوع تحديدا، والسؤال موجه للشيخ جمال، ولكن اريد الاجابه عنه بعد الفاصل. ماذا لو استمرت نعمه في الحمل وجاءها طفل؟ ما كان سيكون مصير هذا الطفل؟ ماذا نسمي هذا الطفل؟ كيف سيسجل هذا الطفل وما يطلق عليه بالدين؟ ولكن بعد الفاصل. نعود مجددا لمتابعة أجراء الكلام مع الشيخ جمال صابر القيادي السلفي ورئيس جبهة الأنصار. كنت سألت قبل الفاصل الإعلاني، لو استمر الحبل أو الحمل مع نعمة من والدها ولم تسقط الجنين وجاء الولد
فماذا سيكون مصير هذا الولد وماذا سنطلق عليه اسم ماذا؟ غير سينسب الولد إلى أمه. لماذا ليس إلى الوالد؟ لأنه فين الوالد ده؟ ده زنا. ما أبوها؟ لا ليس أبوها. ده زنا، ده ليس من يعني لم يأتي الولد من زواج شرعي. نعم. فحينئذ ينسب الولد إلى أمه عشان يبقى معروف إن ده كذا، إن هو ابن البنت دي وجاء من كذا، حتى يرتضع الآخرين. نعم. يعني لكن بتلبسوها يعني بتلبسها الأم، ما هي جريمة، والولد ويدفع ثمنها المولود، يفضل طول حياته شايل الوصمة طول حياته. لا والله يدفع ثمنها ولا حاجة، لكن هو كل مهمله الذنب. يخش المدرسة ازاي ويكمل تعليمه ازاي والناس تتقبله في المجتمع ازاي يواجه كل ده ازاي؟ لو كان في ثقافة عامة، العيب في الثقافة، لو كان في ثقافة عامة يبقى خلاص الناس هتتفهم ايه الموضوع. طيب. وبعدين يحاسب على قدره هو وعلى اخلاقه هو. لماذا نقول العيب في الثقافه ولا نقول ان الثقافه العامه هي ثقافه ذكوريه دائما المراه هي ضحيتها؟ ابدا، احنا في شرعنا، شرع الله. نعم. عز وجل، المراه كالرجل سواء بسواء في الحقوق والواجبات والعقوبات وفي كل شيء. لا لا، انا يعني بختلف مع حضرتك في ده. في الواقع اللي موجود انا متفق معاك في الدين، بس في الواقع اللي موجود يعني لو كان الولد هو اللي اخطا وعمل علاقه خارج اطار الاسره مع بنت تانية، وكان الاب والام عرفوا، ما كانش حد لا ضربه ولا حصل زي ما حصل مع البنتين اللي معايا. انا اتكلم عن المنهج. المشكله ان احنا عندنا لسه مجتمع، بعد اذنك اتفضلي، احنا مجتمع ذكوري حتى النهايه، دايما بنرمي العبء على المراه او على البنت، على الكائن الضعيف. العلاقه الجنسيه يا سيد الفاضل هي علاقه بين طرفين، اللي قام بيها طرفين، مش البنت هي اللي راحت للولد وهي اللي اغوته على ده، وبفرض البنت لو عملت ده. طيب. برضو الولد شايل. اذا كان الامر كذلك، اذا كان الامر. نعم. يبقى حضرتك بتقول الان انها ليست ضحيه على الاطلاق. لا بقول الا كيف تفسري؟ انا مش عايز كنت اتكلم، وانا طبعا لا اتكلم على البنت اللي معانا حتى لا، يعني انا كنت حابب ان انا ما اتعرضش للبنات. نعم. ولا يعني اخدش حياءهن، لكن كيف تفسري ان تجلس البنت بملابس ضيقه في البيت او بقميص نوم امام ابن اخوها؟ هل كل الحالات أو ما شابه ذلك، كيف تفسري؟ هل كل الحالات هي هتجلس فين؟ لا، كيف تفسري ان تفعل ذلك امامهم؟ طب هي هتفعل ذلك، تعمل كده في من غير مجهود. طب فين؟ طيب نرجع فين؟ يعني اذا البنت في بيتها قدام اخوها او قدام ابوها او قدام اختها او قدام امها، اخوها تلبس قميص عريان؟ مش كل الحالات، مش كل الحالات مش اخوها القمصان، ولا اخوها ولا ابوها ولا اي حد. يعني لا، ليس هذا مطلوبا. هل هذا في الشرع حرام؟ يعني انا في وسط هذه. لا انا اتكلم، هل هذا في الشرع حرام؟ انا اقول لك، انا هقول لحضرتك، المجتمعات اللي احنا فيها دي واللي انتشر فيها المصايب، لا علاقه لي في المجتمعات، انا في الشرع، هل هذا حرام ان تجلس البنت في هذا الشكل امام اخيها؟ طبعاً. او تجلس عارية حاجه ولابسه او بملابس ضيقه تثير الفتنه، ولا يجوز. ايه النص الديني اللي بيقول ده؟ ده رب العالمين سبحانه وتعالى نهانا، هقول لحضرتك، ان المرأة حتى ترفع صوتها باسلوب متسكع. فين؟ هقول لك النص الذي يحرم عليها امام اخيها او ابيها ان تقوم بهذا الفعل، هو حرام. النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين قال ايه سبحانه وتعالى؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول هذا للغريب، ده الغريب، هذا للغريب. لا ربنا عز وجل ما قالش الغريب، وانما قال بس ما قالش القريب، خد بالك بس ده النص عام. فيطمع الذي في قلبه مرض، يطلع بقى الاب، يطلع الاخ، يطلع واحد غريب، اي واحد في قلبه مرض، واخد بالك؟ خاصه في هذه المجتمعات، واحنا شايفين الامراض اللي موجوده قد ايه. ما هو ايه اللي خلى ابوها عمل كده؟ اللي خلى اخوها عمل كده؟ اللي خلى عمها ولا خلى عمك يبقى في قلبه مرض؟ يبقى انت لا تتسكعي في القول. طيب انا لا تخضعي بالقول، اذا كان القول مجرد القول البسيط ده لا تتسكع فيه او لا تخضع فيه، يبقى ما بالك اللباس وما بالك الفتنه، الثياب والجسد والصدر والشعر والملابس الضيقه، اذا كان ده من باب اولى الاكبر. فاذا نحن طب انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك. لا ليس كذلك، كل هفواته وكل خطاياه وكل اخطائه. لا ليس كذلك. طيب احنا لو سلمنا بالراي استاذ امين، بس انا اقول ان هذا الرجل مجرم وقليل الادب وعنده ما عنده، ارتكب جريمه وانا ببرئه، وانا ببرئ من ارتكب هذه الفعله، لكن اقول ان هذه البنت التي تركت الامور الى ان تصل الى هذا الحد. ولكن ما هو دور الاب؟ الدور الاب ان يقوم بسلطه الرقابه، وهو دور الاب ايضا ليس بحمايه ابنته وحمايه او دور الاخ حمايه شقيقته. لا تدخلوا المسائل في بعضها، يعني اذا انا هقول لحضرتك، اذا كانت المساله متعلقه
بالأبناء الذين تعرضوا لأخواتهن أو أعمام تعرضوا يبقى الأب له سلطة الرقابة والتوجيه والحماية وما شابه ذلك. إذا كان الأب مجرم نفسه الأب مجرم، الأب مجرم والأخ مجرم، ولا نعطي أي تبريرات لهذا الموضوع. أنا لا أعطيه تبريرات. يعني لبسة أنا لا أعطيه تبريرات. أنا عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. أنا لا أعطيه بس خلينا نستمع للأستاذة أمينة. أنا عندي سؤال، لو سلمنا بأن هننسى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية هننساها خالص وحنمسك في السبب الديني وغياب الوعي الديني، فين رجال الدين من الظاهرة دي؟ فين رجال الدين من غياب الوعي الديني؟ فين دور حضرتك شخصيا، دور حضرتك شخصيا في المناطق العشوائية اللي نزلوا فيها الناس كل رجال الدين اتبعوا؟ أنا سؤال، هل زرتم شي مرة من المرات تلك المناطق؟ نحن نعيش ليل نهار في هذه المناطق. نعم. نحن ندعو الناس في كل مكان. نعم. أنا شخصيا طبعا أنا استغفر الله العظيم مش عايز أقول كلام كده، لكن أنا شخصيا ذهبت إلى من أسوان إلى السلوم. نعم. في محاضرات وتقول لي أيوة وتقول لي مباشرة على الهواء إنك لم تسمع بتاتا، لم تسمع بتاتا في حالات مماثلة. لا أنت فوجئت، ليست ظاهرة الشيخ، أنت فوجئت على الهواء. قلت لي أنا أتفاجأ أنه أنا أول مرة بشوف حالات زي دي. أول مرة أشوف كيف حالات تقول لي أنك مقيم بين هؤلاء الأشخاص بمجتمعاتهم؟ ليست ظاهرة كما تزعمون. لا إله إلا الله، ليست ظاهرة كما تزعمون. أنتم تريدون أن تكبروا هذه المسألة. أنا عايز أقول بس يا أستاذ توني، دعوني أقول. لحظة دعني أستمع. إلى أنا عايز أقول أن الشيخ كان مشغول من أسوان لحد اسكندرية في حملة حازمون، ما كانش كل رجال الدين اتجهوا للأحزاب السياسية واتجهوا ان هم يروح يبنوا أحزاب وينزلوا. فعلا نزلوا للعشوائيات، نزلوا للفقراء، بس نزلوا عشان يستخد البطاطين، تاخد الشنطة اللي بياخدوها اللي فيها الزيت والسكر عشان بيشتروا أصوات، عملوا تعبئة للانتخابات. ادي الدور رجال الدين لما نزلوا في العشوائيات. الكلام ده غير صحيح. لا الكلام ده صحيح بدليل. لا 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 الكلام ده صحيح بدليل لو حضرتك كنت نزلت في العشوائيات. حضرتك الكلام ده اكمل بعد اذنك. طيب لو سمحت اتفضلي حضرتك. لو حضرتك نزلت في العشوائيات وتقصيت فعلا ودخلت في قلب الناس وسمعت مشاكلهم وقربت منهم، اكيد كان التوجه هيختلف. يستحيل كنت هتتوجهوا للسياسه، كنت هتتوجهوا للدين، كنت هتتوجهوا ان انتوا ترفعوا وعي الناس دينيا، هتتوجهوا ان انتوا تصلحوا الاخلاقيات اللي انحدرت، هتتوجهوا ان انتوا تشوفوا الشرع بيقول. تقولوا الشرع، نتكلم بالشرع. الشرع بيقول هي العداله. فين العداله؟ العداله ان انا احس ان انا زي الناس الثانيه، ان انا اخد اجر محترم، اعيش في سكن محترم، اعيش في منطقه محترمه، ما اعيش في اوضه ما يعني كم متر في متر، 3 متر في 2 متر، ومعايا اولادي. يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك. طيب يعني عايزه اكمل لحضرتك. لو سمحت، لو سمحت انا عايزه اقول بس لحضرتك ان اصل كده حضرتك دخلتي اكثر من موضوع، فانا عايزه ارد على دي كده. في 3 موضوعات هرد عليهم. سجل حضرتك اللي عايز ترد عليه في النهايه. لا بس تمام. عايز اقول لحضرتك ان لو نزلنا في العشوائيات عشان نعمل تعبئه سياسيه، عمرنا ما هناخد بالنا من الطفل العاري اللي ماشي في الحاره، عمرنا ما هناخد بالنا من السيده اللي بتطلع من الصبح تروح تشتغل في بيت تمسح سلالم، او تروح تعمل تنهان من سيده صاحبه سطوع وصاحبه مال عشان تديها اجر اخر اليوم. مش هتحس. لو كنت نزلت عشان تحس بالناس كنت هتحس بده، انما انتم نازلين عشان تعملوا تعبئه انتخابيه مش اكتر، عشان تسابقوا اصوات اكتر، وعشان تعملوا احزاب. هو ده اللي احنا شفناه من التوجه الديني اللي ظهر في الفتره الاخيره. جاء الاخوان والدين موجود من الاف السنين. عايز اعرف ايه الدور اللي عمله على مدار السنين دي كلها عشان يغير في المجتمع، عشان نوصل ل 2012 المستوى ينحضر بالشكل ده، الفقر ياكل في الناس بالشكل ده. عايز اعرف الدين رجال الدين عملوا ايه. اتفضل شيخ. اقول بقى اتفضل. بص حضرتك، هو الظاهره ديت بقى لها قد ايه تقريبا؟ يعني مش حضرتك نزلت في العشوائيات؟ انت عليا، انت بدك تجاوبني، انا بدي اجاوبك. يعني عايز اقول لك انا معني في الموضوع. حاضر. بالزبط. هذه الظاهره يا استاذه امينه ليست وليدة على حد تعبيرك، انها وصلت لهذه الاعداد الكبيره التي تريد ان تصوروها للناس. هذه الظاهره لابد ان تكون منذ سنوات. حضرتك بتقول ان احنا انشغلنا في السنه ونص الاخيره بالسياسه وابتعدنا عن الدين. طب احنا كنا فين قبل كده؟ احنا كناش بنشتغل بالسياسه قبل كده، ولا كنا عندنا انتخابات، ولا كنا عندنا احزاب، ولا شيء. ايوه كنت فين من سنين خالص؟ السؤال واضح. احنا كنا بعيدين، كنا للبعد. كنتوا بتعملوا ايه؟ هنحل. كنا نشتغل في الدعوه الى الله عز وجل فقط. امال فين ليه بتقول في غياب ديني؟ ما الذي حولكم من الدعوه الى الله الى السياسه؟ ومين اللي قال لي احنا تحولنا؟ ما زلنا ندعو.
ولكننا قلنا بعمل الاعتراف. لا وانما اقول اننا ما زلنا ندعو الى الله عز وجل. وعلى فكره هتبصوا تلاقوا مين اللي شغال في السياسه، 3-4-5 اللي انتوا شايفينهم بيشتغلوا ايا كان مين. انت واحد منهم؟ لكن الباقي دول كلهم انا والله انت واحد منهم. انا ماليش في السياسه خالص. ازاي مالكش في السياسه؟ انا واحد ليا في السياسه مدير. انما اخواني كبار لازم حازم زي مالكش في السياسه. والله يا اخي الكريم انا عايز اقول لك على انا بقى لو السياسه بالمعنى الذي تقصدونه انتم احنا ما قصدنا السياسه. إنما سياسه. انا اقول السياسه ان الشرع سياسة. ان شرع الله عز وجل يشمل كل شيء، يشمل نعم. السياسه. طيب. ويشمل الدعوه. انا سالتك لكن خلوني اجاوب على الحاجات اللي قالتها الاستاذه. يلا يلا. والزيت والسكر. طيب احنا بنقدم يا اخواني الزيت والسكر للناس والسمنه والمكرونه واللحمه وكل ما ياتي الينا، مش من جيوبنا عشان بس تبقوا فاهمين، من حضرتك ومن حضرتك الصدقات اللي بتاتي يأتي إليكم من مين؟ من الصدقات اللي بتاتي الناس مرة في المساجد. انا ولا مره بعت لكم شيء لكن هذه الاشياء التي تاتي الى المساجد نوزعها على الفقراء والمساكين. ما كناش عمرنا فكرنا قبل ان احنا هندخل انتخابات قبل ولا الانتخابات. ما كان سنين فين عمرنا فكرنا في انتخابات ولا كنا هندخل انتخابات الا بعد الثوره دي ما حصلت. انا عاوز اسال سؤال ما جاوبتني على هذا السؤال وهو التالي: ماذا يسمى هذا الطفل الذي يعني بس يعني بالشرع بالشرع شو بتسموه؟ يعني ما اعرفش الواد هيبقى سمى ايه، ابن امه كذا يعني. لا هو طفل ماذا؟ طفل حرام؟ طفل حرام. سفاح؟ طفل طبعا سفاح، ولد زنا. سفاح ولد زنا؟ طبعا ابن زنا. وبيتسجل باسم امه؟ ليش مش اسم لو ابوه؟ لو انه دي ثقافه عامه والناس تبقى عارفاها بينحط على تسجيله ولد زنا. لا مش ابن زنا، هو ابن كذا، ابن امه. وبعدين انا عايزه اشوف الولد ده لما يكبر ايه اللي هيواجهه طول السنين. هربي عنده كراهيه لو الناس بتفهم تعرف ان طيب. هذا الولد لا جريمه له، لم يفعل شيئا، لم يرتكب جرما. ده دور مين بقى حضرتك؟ فقط جرم الاب وجرم الام ينبغي ان يعاقب عليه، واخد بالك؟ واما هذا الولد فننظر الى افعاله هو ان كان صالحا. لماذا نسجله باسم الام ولا نسجله باسم الاب؟ هذا شرع الله عز وجل فقط. طيب لكن دعني اقول لا مش فضل. مش طب اللي حضرتك بتقول الاستاذه انه احنا من حق الناس دي انها تعيش في مسكن امن ويكون لها دخل وكذا، واحنا رفضنا واحنا اعترضنا كاسلاميين او احنا كمسلمين. طب فين الشريعه والعدل؟ ثواني بس حضرتك، وانت تريدي حضرتك ان تحملينا اخطاء نظام قاعد بقاله 60 سنه يسحق في الناس علاقة بالسياسة. ويقتل في الناس ويسرق الناس، عم بيتحملنا احنا في سنه ونص؟ يا سيدي الفاضل، الدعوه ليس لها علاقه بالسياسه، انت رجل دين في وجود نظام فاسد ظالم، انت دورك هو رفع وعي المجتمع سواء كان بحقوقه الانسانيه بالدين بان انت تعرف الناس دينهم ايه. انت ايه علاقتك بالسياسه؟ ما النظام موجود، النظام فاسد وموجود وكان علينا وعلى حضرتك وعلى كل الناس. 30 سنه ولا 60 بالسياسة سنه من قبل كده. بس دور الدين، دور الدين ملوش علاقه بالسياسه. ده وجهه نظر حضرتك الخاطئه. لا ثواني بس الخاطئة. لان الدين بيشمل كل نواحي الحياه بما فيها السياسه. السياسة دي جزء، والله عز وجل لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للصلاة والمحراب ورسول آخر للحرب والسياسة. كي لا نخرج عن الموضوع، أنا عاوز من أميرة تعليق على ما سمعنا. بقالكوا قد إيه بتقولوا هنعمل؟ بقالكوا قد إيه بتقولوا هنعمل واحنا مش شايفين اي حاجه؟ واحنا عندنا امكانيات يا امير، هيعملوا ان هم يجيبوا يعني ماذا نملك نحن؟ نحن نقدم للناس ما نملكه، ما عندنا كل اللي احنا ولو كان عندنا اكثر يا اختي الكريمه لقدمنا. يعني احنا بقى لنا حاجه يا بنتي. نعم. زي ما لحظه بس خليني اسمع شو بعدين بنجاوب. اتفضلي يا اميره. ولا عداله هيعملوا ايه يا اميره؟ لا ما تقولش لا ما ارتكبتش جريمه، لا ما ارتكبتش جريمه غصب عني مش بمزاجي، لا غصب عني مش بمزاجي. لا يا استاذ عشان مفيش عداله. اسمحي لي يا اميره، مفيش عداله، الشرع بيقول العداله ولا يوجد شرع. جريمه تريدي ان تخرجي من الجريمه التي ارتكبتيها وتعلقي خطئك على الفقر؟ لا ارتكبتي جريمه كونك تسمحي لاخوك او لابيك او لاخيك أن يرتكب معك هذه الجريمة. هذه جريمة في حق ذاتها.
المرة الأولى كان يضربك والمرة الثانية والثالثة والعاشرة أنا والله أستحي أن أتكلم معك في هذا الكلام ده عيب. هذا هو الذي أريد أن أركز عليه. أيوة تحولت إلى مسكينة ضحية وتجادل وتظهر للناس أنها يعني مسكينة. وأنت بعد كده بعد الحلقة دي هيجي لك آلاف آلاف يرتكبون مثل هذه الجريمة ويقولوا إحنا ضحايا إحنا مساكين نتيجة الفقر يا عيني. لا لا ينبغي أن يكون الأمر على هذه. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. أنا أعلم وكل الناس تعلم الناس المثقفة أستاذة أمينة تعلم أن أي سلوك إنساني يكون نتيجة عوامل فسيولوجية وعوامل سيكولوجية كتير العوامل. لكن إحنا عشان نتكلم عن العوامل كتير لازم نجمع العوامل كلها بالزبط. ثم نضع معايير أو قدر. يعني العامل ده ياخد 20%، العامل ده ياخد 5%، العامل ده ياخد 1%. نعمت. أنا أظن أن عامل فقر ده لا يساوي أكتر من 1%. ما هو تعليقك على ما سمعته؟ أنا مش عارفة ليه الشيخ محملنا إحنا كل المسؤولية وإن إحنا اللي غلطانين وإن إحنا اللي مش ضحايا. طب أنا مش فاهمة يعني إحنا مثلا كان المفروض يحصل مننا إيه عشان نبقى ضحايا فعلا بجد من وجهة نظرك؟ كنت المفروض تلاقي الجزمة وتديله بيها. كان المفروض تقفي تصرخي. أنا عملت كل اللي بإيدي اللي أنا عملته. والجيران كانوا نايمين. أنتوا في منطقة عشوائية يعني ماشي بس ماشي. لا 50 واحد جالك ماشي احنا لكن عارفين كده انت تقوم الابنة بضرب ابيها بالجزمة اذا تعرض لها بهذا الاسلوب تعطيه بالجزمة كل اللي حوالينا كده. لكن انا عايز اقولك على حاجة انه مجرد ان يرتفع صوت في العشوائيات يا استاذ الفاضل مجرد يرتفع صوت تلاقي 50 واحد جه يشوف الصوت جاي منين. ودايما العشوائيات فيها صوت بسبب امرأة بتضرب من جوزها. دايما فيها صوت بسبب امرأة بتصرخ من ابوه من اخوه الكبير. امرأة بتصرخ لمجرد الصراخ. محدش خلاص الناس ما بقتش تستغيث. الناس اعتادت على ده مستحيل. وعلى فكرة بس عشان الأستاذة أنا يا أستاذة ربنا يا رب يسترنا وإياكي في الدنيا الآخرة. نعمة. أنا يا أستاذة نعمة ولا يا أختي نعمة ربنا يصلح حالنا وحالك. أنا لم أتهمك فقط وإنما هذا المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة هو مشارك وبقوة ولعله يكون أكثر. لكن أنا لا أريد أن أفتح المجال أمام البنات إن هم ضحايا وخلاص. طب سؤالي لابد أن تقف وقفة أمام هذا الاعتداء. أنت بتقول لي تضرب أبوها بالجزمة وتتركه يعني يفعل بها ما يشاء. لابد أي واحد أبوها وأخوها أو عمها يعني أقل شيء إذا سرقت أتاه الآلاف من كل من الجيران. إنما أنت عايز تقنعني أو أنت عايزة تقنعيني يا أستاذة أو أستاذة أمينة إن حضرتك الآن إذا صرختي في هذا المكان مش هيجوا المخرجين والمنتجين والناس اللي برا دول يشوفوا فيه إيه؟ طبعاً بس في العشوائيات بقى الأوضة جنب الأوضة والناس نايمة على الرصيف والناس ماشية في الشوارع مش هيسمعوا الصراخ ويأتوا. لكن أنا طبعاً عايز أقول لك إن كان هو مرتكب لجريمة وإن كان هو يعني أنا مش عارف أصفه بإيه أكتر من إنه مجرم لأنه يعني المسألة فظيعة جداً. لكن أنت شاركتي لا تخرجي نفسك. أنت واجهي نفسك. كان يمكن أن تفعلي ماذا ولماذا لم تفعلي؟ لماذا لم تفعلي؟ أنا عملت كل اللي بإيدي أن أنا أعمله. حاولت كذا مرة أن أنا أمنعه وبعدين أنا أكيد قوتي مش هتبقى زيه. يا أستاذة وأنا عارفة كويس إن أنا لو اتكلمت مع أي حد عمري ما حد هيصدقني. الصوت النساء معروف. نعمة كلمة أخيرة. الكلام ده بيحصل عندنا كل يوم. يعني كل يوم واحدة بتصوت وكل يوم واحد بيضرب مراته وكل يوم إخوات بيتخانقوا. بيعملوا إيه بقى الناس؟ الجيران بيعملوا إيه؟ خلاص كل واحد بيكبر دماغه. ما تقول ده جاءت الحقوني الحقوني. طب ما أنا صرخت كذا مرة. الحقوني يا ناس. كلمة الحقوني يجيب لها 1000 واحد من بره. يعني 1000 واحد ألف يدافع ألف صوت. انا صرخت وما لقيتش حد. انا اسف. انا عندي يا استاذ توني لو سمحت 1000 صوت. كلمه الحقوني بتجيب لكم 1000 صوت؟ لا بتجيب لهم هم. بتجيب لي النساء 1000 صوت. هم العشوائيات اللي بيجيبوا ملايين يعني الاصوات يا استاذ. انا والله العشوائيات هي اللي بتجيب ملايين الاصوات في الانتخابات. نعم. هو دي علاقه الرجال الدين بالعشوائيات انها بتجيب اصوات كتير جدا في الانتخابات. لا ابدا يا اختي. هي دي العلاقه. انا عندي سؤالين بس بعد اذن حضرتك. السؤال الاول بتكون الكلمه الاخيره يا استاذه. انت يا استاذه اميره تظلميننا. امينه استاذه امينه. ايوه تظلميننا الان. تقولي العشوائيات بيجيب لنا اصوات كثيره. لا ده كلام مش صحيح. اصل احنا عايشين في العشوائيات واحنا قاعدين في 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 مدينه نصر ولا مصر الجديده. ده انا في شبرا. انا راجل فقير. لا بس ما نزلتش عزبه الهجانه.
انا راجل عايش في رود الفرج. انا عايش في رود الفرج. شبرا عشوائيات. شبرا فيها عشوائيات ورود الفرج فيها عشوائيات. وانا على فكره استطيع الان، بس طبعا انا مش عايز بس الواحد يعني، لكن استطيع الان ان اوريك انا انزل الى هؤلاء قبل الثوره وقبل ان ندخل الانتخابات، وليس انا وحدي وانما كثير من اخواني الافاضل الاكرم مني وافضل مني ينزلون الى هذه العشوائيات. طيب انا عندي سؤالين استاذه امينه، عندي سؤالين. ورينا انت العشوائيات وحضر لنا فيهم مواعيد وانا اتيكي. هتعمل لكم حملتكم الانتخابيه؟ لا بدون انتخابات، انا مش داخل الانتخابات. لا 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 انا اسفه يا سيستوني، حضرتك نزلت العشوائيات من اسوان لحد اسكندريه واضرب. انا ما قلتش العشوائيات من اسوان لاسكندريه، انا قلت ذهبت في المؤتمرات وفي لقاءات يعني سرت في البلاد اكثر العالمين يعني. طيب كلمه اخيره استاذه. انا عندي سؤالين. انا السؤال الاول، لما رجال الدين ومنهم الامثله اللي حصلت في الفتره الاخيره، الفضائح اللي حصلت في الفتره الاخيره، ان الناس اللي بتعمل علاقات مكشوفه على قارعه الطريق وتدارى وتدلس والناس لا تحاكم، ما رد الشيخ في ده؟ والناس اللي بتعمل علاقه غصب عنها وتجبر على ده، هي دي اللي بتحاسب؟ ده نمره واحد. نمره اتنين اكمل بعد اذنك. ده تضليل. شو اللي هي بتقوله ده؟ تضليل للناس. تاني حاجه، حاضر بس هجاوب على السؤال. اكمل بس خلي تجاوب، خلي يجاوب على السؤال الاول. ده تضليل للناس لانها ذكرت الواقعه التي نشرت ولم تذكر النتيجه. الواقعه التي نشرت عن احد اخواننا من السلفيين انه كان مع امراه في الطريق العام وما شابه ذلك، واخد بال حضرتك، وفي النهايه اخذ براءه. يعني لم تذكر هذا، يعني هذا لم يحدث. اه اخذ براءة ليه؟ اصلا خرج من الاسم. هم قالوا حتى البراءة اخذت لانها والبنت جاءت هي اللي لسه هربانة لسه بنت عليها. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح، بدليل انه في مننا من يحكم عليه الان. طب والبنت؟ الكلام ملوش علاقة. القاضي يا شيخ، القاضي لا يعرف فلانا او فلانا. والبنت يا شيخ. السؤال الثاني. لا الامر الثاني، انا اسف، الامر الثاني يا استاذة الكريمة، انه عشان بس الاتهامات السلفيين وخلاص، انتم حصرتم كم من السلفيين يرتكبوا جريمه في السنه ونص دول؟ هتلاقوا انتم بتقولوا يعني البلكيمي ومش عارف مين ومين، ثلاثه او اربعه في وسط هؤلاء الملايين من السلفيين. يبقى الناس دول فخر لهذه الامه، ليس كذلك؟ تعالوا في المقابل بقى شوفوا كم واحد من الفصيل الفلاني، مش هقول اسماء يعني، مش هقول علمانيين ولا اشتراكيين ولا ليبراليين، شوف الفضايح بالملايين وبالجمله عندها. عشان دول مش رجال دين. كده؟ ده مش موضوع. هذا لا يحصل ولم يحصل. لا ما حضرتك بترجع كل حاجه. ده مش موضوعنا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا استاذ. ده مش موضوعنا. السؤال الثاني. السؤال الثاني انا عايزه بس الشيخ يقول لي من قبل الثوره ايه الدور اللي عمله التوجه الديني عشان ما نحصلش للمستوى اللي احنا وصلنا ليه لحد دلوقتي؟ من قبل الثوره الدين قلنا والاخوه والاخوان موجودين من سنين. حضرتك عارف من امتى؟ نحن ندعو الى الله عز وجل. خلانا وصلنا للمستوى ده. اقول لحضرتك، نحن ندعو الى الله عز وجل منذ، يعني انا مش بتكلم على نفسي، انا بتكلم على الفصيل عموما. نعم. سواء كان اخوان او سلفيين. نعم. او ناس بيدعوا الى الله عز وجل سنوات طويله. كل الناس تدعو وندعو الى الله عز وجل. بس كل الناس تدعو الى الله. لا مش ليس فقط الاخوان والسلفيين يدعون الله. في ناس بيدعوا للشيطان. كل المسلمين، كل المسلمين دون الله، وكل الأديان الأخرى يدعون الله. أنا ما أقصدش كده، ما أقصدش الأديان ولا غيره، إنما أقصد طبعا. لا اسمعني، لما تحدد أقصد إيه؟ فصيلين فقط إنهم. لا لا أنا المقصد هي بتسأل. نعم. بتسأل عليا أنا السلفيين وإخوان. نعم. أنا هي بتسألنا. لا أخوان، أنا قلت رجال الدين. لا لا عفوا، أنا قلت رجال الدين. آه ماشي، أنت رجال الدين يقومون بدورهم في دعوة الناس بالابتعاد عن المحرمات وبفعل الخيرات، ولكن هناك مارد كبير إجرام. خلينا بس أميرة كلمة أخيرة باختصار. لا ما لسه، أنا عايز أقول لك أنه هناك مارد كبير اسمه الإعلام المضلل الذي يشيع الفاحشة في كل مكان. قلناها نحن يعني. لا ما قلناش، رحت فيها في الأخير. أميرة كلمة أخيرة. أيوه كلمة أخيرة. مش عارفة أقول له إيه بصراحة، بس هو اللي عايز أعرف هو ليه شايفنا إن إحنا. لا لا كلمة أخيرة مش سؤال، كلمة أخيرة. أنت بتقولي إيه للرأي العام اللي كان عم بيسمعك اليوم؟ لا مش بقول له حاجة عشان ما عنديش كلمة أقوله له بصراحة، عشان هو قال كل حاجة. نعمت؟ أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في أبويا طبعاً، اللي هو خلاني أطلع دلوقتي وأقول الكلام ده. وبقول لكل أب يحافظ على بنته، يقوم بدوره، مش يعمل اللي أبويا عمله. أستاذي أنا يعني والله حزين جدا طبعا. هم يعني أخوات،
يعني اخواتي، يعني انا يعني اشعر انهم يعني مثل بناتي الصغيرات. ما عندي بنت صغيره في نفس السن، يعني لست ادري يعني كيف يمكنني ان افعل اذا حدث لها، يعني اذا خدشها احد بخدش او نظر اليها احد نظره، مجرد نظره. لكن هذا المجرم انا لست ادري كيف تجرأ ان يفعل هذه الفعل. لكن انا يعني عايز اقول اتقوا الله في مصير الامه، اتقوا الله في مصير هذه الفتيات، هؤلاء الفتيات. ماذا تقول للاستاذه امينه؟ انا اتقوا الله دي انا قصدي على الاعلاميين. الاستاذه امينه ثواني بس، ما انا هقول لها الاعلاميين اللي عمالين، مش حضرتك انت بتعمل برنامج اجتماعي، لكن الاعلاميين اللي عمالين يطلعوا لنا زنا وعري وفجور. ماذا تقول للاستاذه امينه؟ اقول راجع الدراسات يا استاذه امينه، وانت لا واجب عليك ان انت تقومي معانا بدور قوي في أميرة حل في هذه حاجة؟ المشكله. بما ان احنا قلنا ان السبب الاساسي، حضرتك اكررت ان السبب الاساسي هو غياب الدين، وانا برضو بقول قصادها ان غياب الدين بسبب غياب رجال الدين اللي ما كانش ليهم اي دور. اي دور؟ الناس قاعدين في البيوت. انا مش شايفه غير الشيء. دعنا نستمع لو سمحت. انا اللي شفته بعيني لما نزلت العشوائيات، شفت البطاطين اللي اخذوها الناس. انتوا ليكوا دور فعلا كبير جدا، خدوا بطاطين وخدوا كلمه اخيره حاجات. بس عايزه اقول ان دور الدين بيختلف تماما عن اللي كان حصل في الفتره اللي فاتت. يا ريت تبصوا بصه ثانيه بشكل مختلف للحاصل. وصلت الفكره. شكرا لكل الضيوف. شكرا لك الشيخ جمال صابر القيادي السلفي ورئيس جبهة الأنصار ومدير حملة لازم حازم. شكرا لك أستاذة أمينة عجمي مديرة المشروعات في جمعية معا وناشطة اجتماعيا. شكرا لأميرة ونعمة اللتان كانتا معنا كشاهدتين على مأساة تعرضتا لها، الأولى من أخيها والثانية من أبيها. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من أجرى الكلام. We'll be right back.